ليه في حشرات؟ ما بدي نقعد هون، قرفت حياتي. وانا امي. شوفوا يا جماعة، انا وماشي هون لقيت حالي في كمية كبيرة مني. طبعا بس انا النسخة المميزة، عندكم هون لين. صرنا ساعة منفتل بالمكان انه عاد نلاقي لوكيشن نستقر عليه ونبلش تصوير. نشوف الفيديو صورنا. اوكي جايز، استقرينا. هاي جايز، كيفكن؟ اليوم الفيديو راح يكون عن اسئلة واجوبة. طبعا جبنا اكبر عدد من الاسئلة واكثر الاسئلة المتكررة. اوكي جايز، بس قبل ما نبلش راح نقول لكم كم شغلة، كم معلومة، يعني انه معلومات تعريفية البسيطة بالضبط. يعني انه الاشياء المعروفة. اول شيء راح نقول اسماءنا. اسمي لانا. انا اسمي لين. انا عمري 15 سنة. انا عمري 14 سنة. نحن من سوريا، عايشين بالامارات. وبس هاي الاسئله يعني الاكثر شيوعا، اللي هي يعني المفروض الناس تعرفنا فيها. كم طولك؟ مع السكتر ولا بدون؟ انا طولي، انه طولنا قريبين من بعض. انا 157. انا 158. المهم اطول منك. اوكي، السؤال اللي بعده. هلا مين دعمكم؟ الدعم الاكبر كان سياره. شو سياره؟ اكبر داعم كانوا ومشجعنا اكثر شيء اللي هي ماما واخواتي طبعا، وفي عندي كثير رفقات يعني دعمونا. وبس السؤال اللي بعده، ليش قررتوا تعيشوا بالامارات تحديدا، واذا في فرصه رح ترجع على سوريا؟ صراحه يعني نحن انولدنا هون، عشنا طول حياتنا هون، فنحن اكثر شيء هون عشنا يعني، فانه يعني تعودنا يعني كانه يعني حسينا انه هاي بلدنا من كتر يعني انه هيك الاشياء الحلوه اللي فيه، من الامان للسياحه للاماكن الحلوه، يعني بتحسوا هيك انه ما بتحسوا بحالكم بخطر باي وقت. وشغله ثانيه، اذا اجتنا الفرصه نرجع على سوريا وكانت الاوضاع ظابطه، ليش لا ما نرجع؟ بس انه نروح زيارات، مو نروح نهائي. السؤال اللي بعده، كم عدد اخوانك واخواتك؟ نحن ثلاث بنات وولد. انا ولين وليليان اختي الكبيره ومصطفى، يعني ثلاث بنات وولد. السؤال اللي بعده، كم عمرك واي يوم واي شهر وشو برجك؟ عمري 15 سنه، يوم 28 شهر 2 حاجنا نصور. برج الحوت. انا عمري 14 سنه شهر 7 يوم 10 2006 برج السرطان. اوكي، لا السؤال هذا لنانا، لو خيروك بين لين وليليان مين تختاري؟ ما عاد ما بدي اجاوب. اوكي جايز، السؤال اللي بعده، امتى بديتوا بالسوشيال ميديا؟ نحن بلشنا 2016، من زمان، ما كان حدا بيعرف انه نحن مبلشين من 2016 وبس. اوكي، السؤال اللي بعده، كيف بتحافظي على شعرك وكيف اخليه يطول بسرعه؟ نحن نزلنا فيديو على اليوتيوب كيفيه العنايه بالشعر، يعني هو شوفوا نحن ما بنستخدم شيء لشعرنا بس بنعتني فيه، فمشان هيك صار يعني احسن طويل وبس. وراح نحط لكم رابط الفيديو بالديسكربشن بوكس هون كمان او هون. ويلا، عندك وشم ليش يعني انتي؟ السؤال مخبص تخبيص، بس انه فهمنا، بس انه الحمد لله نحن فهمنا. نحن يعني لو حطينا وما حطينا هاي حريه شخصيه بالاخير، فمثل ما شايفين هون. هذا كل الناس مفكرين انه هذا حقيقي، ولقوا اخذين الموضوع جد، يعني انه انت مسلمه ليش عم تحطي وشم؟ او بتسبوا كمان يعني. اوكي، مثل ما شايفين الخلفيه بتجنن. اوكي. السؤال اللي بعده، بتحبي تعيشي بالامارات ولا امريكا؟ انا بفضل امارات. انا بفضل امارات. وانا امارات. اوكي، السؤال اللي بعده، في مره صرتوا فانز لحد قبل ما تنشهروا؟ يعني عملت صفحه فانز؟ لا لا، بس انه كنت احب شيء مشهور طبعا يعني. لا كثير مرات. وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين؟ بعد 10 سنين بشوف حالي يوتيوبر مشهوره كبيره، يوتيوبرز مشهورين كثير. بشوف انه بحب اقول بهالفيديو، لانا انت بعد 10 سنين، بعد 10 years راح بعد 10 سنين راح تكوني انت بنت كثير قوية ومشهورة وعندها محبوبة. ايوه بالضبط، نفس الشيء طبعا علي. السؤال اللي بعده، لو حياتك مسلسل بتعرضيها على اهلك؟ طبعا. انت؟ ايه بعرضه.
شو راح تكون اسمه؟ اسم المسلسل؟ حياة اللودة. انا كنت اول حياة شغلة حياة لا اوكي اوكي حياة. جتنا قطقوطة. وش التاني يا قلبي؟ يا الثالثة يوم الثالثة. او ماي جاد انا بحب القطط. رحت ايش ليش مش احد ولا متخانقين انت وياها؟ متخانقين؟ هاي احتفال. اوكي رايحين يلتقوا. اوكي نجيب لقاء الحباء. يا رمي. اوكي هلا السؤال اللي بعده رح يكون لنانا. ركزي. شو هي اللي خلاك تشجعي وتتعلم وتصير محترفة بمجال التصوير؟ مجال التصوير؟ مو محترفة يعني، بس أنا بحب أجرب كل شيء. وغير هيك يعني هي جربت وحبت الشغلة. فمشان سؤال بعده. سؤال اللي بعده. مفكرة قصة ألو؟ ألو لا عندي، لا عم صور موبايلي. 1 hour later. أوكي سؤال اللي بعده. لو اجتكم سفرة انت ولين على وين بتسافروا؟ مالديف. اوه بروح معك. مفكرة تقص شعرك بالمستقبل؟ لا 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 لا. اوكي هذا مو سؤال بس وجهي كلمة لقلنا فانزاتك. انتو ما يعني ما بتنوصفوا بكلمة ولا تنتهي. انتو لانه ما بتنوصفوا بكلام، انتو بمحبة يعني عن جد. انتو يعني انتو بتحس يعني هيك بتشجعونا كتير، كتير تدعمونا يعني. انتو تعطونا طاقة حتى نسوي يعني كل كلمة تسووا يعني كلمة تسووا تعطونا كلمة، كلمة تسووا تصميم، كلمة تسووا شيء بتشجعونا انه يعني نحنا نستمر مشانكن. عن جد كتير منحبكن. كتير كتير. اوكي سؤال بعده. ليش لانا اللي مسيطرة على كل شيء عكس لين؟ بس لانه يعني انه الكل بيضل يقول لي لانا بحس القناة لك لحالك، لانا بحس ليش ما بتخلي لين تحكي، لانا مسيطرة على لين، لانا ماسك لين ما تحكي، لانا مدري لانا لانا. الله يعيني. انا عن جد انا بحكي اكون شغلة، انا بحكي عن لين لانه انا يعني انه لين خجولة شوي يعني صعب تحكي على الكاميرا وعم تتعلم هي طبعا. وانا يعني انه انا متعودة انا من قبل من انا وصغيرة يعني كنت امثل اني عم بصور بكاميرا عم بعمل شيء، فمتعودة على الحكي يعني الحكي اللي عم بحكيه هلأ لكل سؤال بكون عفوي مو محافظته يعني. أنا أحيانا بدي تدريب شوي لحتى أقوله مرات مثلا إنه يكون في شيء مثلا شيء عفوي بيضحك، ما بحب إنه نكون جاهزين له ويلا أنت عملي هيك مشان يضحكوا وأنت مثلي هيك وأنت عملي هيك. لا أنا بحب إنه يكون كل شيء يعني كل شيء بالقناة عفوي مشان إنه يكون ضحك وإنه تحسه يعني الشخص اللي بتابعنا بحس إذا الشيء عفوي ولا لا. فمشان هيك وانا مو مسيطرة على كل شيء. لو مسيطرة ماما كانت قالت لي، لانه ماما متابعة على قناتنا وهي المسؤولة نوعا عن قناتنا وعن فيديوهاتنا وعن الافكار وكل شيء بنزل على قناتنا، وهي مسؤولة انه بتقلي لي اذا انا حكيت شيء غلط لانا خلي لي انتهي لانا هيك. شوفي كيف صارت فزعة وطلعت كثير كيوت. فهي هي كل القصة. بتمنى ما حدا يصير يقول لي لانا انت المسؤول انت بحس هاي قناتك وهاي حكي، لانه لين لو في حاسه في شيء غلط كانت قالت لي، ولو متضايقه كانت قالت لي، ولو ماما حاسه في شيء غلط كانت قالت لي. فنحن ما بدنا نغير من طبعنا مشان بعض الناس ما عاجبهم انه انا اللي بحكي كل شيء وبس. الحكي هذا الحكي كله هلا انا ما كنت خططت له كله وحكيته هلا فرد مره وبس. والله السؤال بعده. انت واختك توأم؟ لا. عندكم وراثة العيون الخضر والشعر الطويل ولا لا؟ بلشتوا دوام بالمدارس. احبتكم متابعتك سناء من العراق. تحية لأهل العراق وتحية لسناء وتحية بس تحيات. وانا كمان بحبك. نحن عندنا العيون الخضر. هلا انا بقولكم شو، ماما بعيلتها هي الوحيدة العيون خضراء بكل العائلة، وبابا بعيلته عيون بابا عيونه زرقاء وماما عيونه اخضر. فاختي الكبيره ليليان طلعت لبابا، وانا ولين ومصطفى طلعنا لماما. اما الشعر فاما الشعر شعر لا مو وراثه، نحن اعتنينا فيه وما في انه اي ثينك مقتي انه قليل لحتى يجي شعر انه الوحده هي بتقرر بدها شعرها طويل ولا لو بدها شعرها يكون منيح ولا مضر او ما مضر. اوكي سؤال بعده. ليش انت على التيك توك اكثر من لين؟ قصدي عني يعني. انا لانه بلشت انه مو بلشت قبل لين، انه انا بلشت
انا انشهرت قبل لين. سوي يوم كامل احنا نتحكم فيكي انتي ولين بليز. نحنا مرة سوينا فيديو، الفيديو كمان راح يكون بالديسكريبشن بوكس او هون او هون، فروحوا شوفوا. وبس بنهاية هذا الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضيفونا مواقع التواصل الاجتماعي عليهن انستغرام وتيك توك. وبس باي.